يعطيكم الصحة. تأهل مستوى جيد، إدارة المباراة بذكاء كبير، شفنا أكبر عدد من اللاعبين اليوم في طقوس مختلفة تماما على ما اعتدناه في دولة قطر، كيفاش تعاملتوا مع هذه المباراة الصعبة أمام زامبيا؟ Yo, hello guys. Welcome to this new video. We're gonna react about the memes that happened after the match. So it's gonna be a great video. If you see me at the first time, make sure that you are subscribed and click the notification button to receive all my videos, or you're gonna waste the best YouTuber in the world. Let's go. بنادم خرج يحتفل بسبب اقصاء الجزائر. هنا راه كلشي محتفلين معاه هنا هاد البطولات. ترى اخويا بنادم توكسيك الساط هو بزاف. عرفتي علاش كنحتفلوا حيت خسرت الجزائر؟ ماشي ضد في الناس ديالها، ضد في الاذاعه والسياسه ديالها، حيت الناس ديالها ما داروا لنا والو. هاد الاذاعه والسياسه واش عباد الله كما وليتكم في الفيديو اللي فات، حنا رابحين 3-3 والاذاعه ديالهم كتقول لك لا حنا متعادلين. وعاد الزعلامه زاد يوريكم في هاد الميمز هادو دابا اللي جايين غادي نتفرجوا فيهم. الله اعلم اغلبيتهم غيكونوا مجبودين فيهم الجزائر، سوف نعرفوا القصه من خلال هاد الميمز. اوكي ليتس جو. كلشي فرحان الجزائر تقصها الدم. كانت غاية تشبك مع ياسمين ويام. كنا جالسين حتى قالوا لينا تأهلتوا. يعطيكم الصحة. الله واحد ولي فوج معنا صحيح ونوري كاسك خيوطة هاي. الله دوف حس الله الله والله فتي تنفوجو بعدا جي شوية جالسين خارقين ها ضاحكين في صندلو مين المغرب تقلتو من هنا. نصير بونو فاش رجعوا للوطيل. ما تاع الكونغو كنجرو حق مشى شنو ليكم هاي طايره التليفون. ناري التليفون مشى ناري طاح ليه في القادوس ولا بلا ناري تليفون الساط مشادي ولا بلا مشى كي دخل هذاك هق مشى طلع عليهم طقطقتني هذاك الليمونجي ديالي من تحتي يا الغدار بدا غير نشير على الاول صف 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 انا بدا نفهم ثاني جبت الحبيبه متقاشر بديت نباشر في بنادم احسن صوت طلع عليهم احسن فوكال من مورا ديك والتغيير. احنا الا خسرنا غنتاهلوا اه والا ربحنا غنأهلوا غنديفوا وات فك موزمبيق ماركات على غانا في الدقيقه 94 هاكا وهما ياهلوا مصر بثلاثه النقاط وشكون دابا اللي ما تاهلش؟ موزمبيق ولكن راه موزمبيق ماركات على غانا
ايه وأهلات مصر وسهلات على الجزائر. ولكن واش تأهلات؟ ولا موريتانيا هي اللي تقدر تأهل. وحيتاش الموزمبيق ماركات على غانا. ناري ناري ايرول 404. واش كون يمهلش؟ وما نعرف كون ديفوار واش تأهلوا؟ شنو يربح المغرب؟ احنا اللي خسرنا غنتأهلوا. النقاشات لا ريب فيها. اوكي تحية لخوتنا الفلسطينيين، خبر زوين انهم تأهلوا لكاس اسيا. ولا خسرنا ها بدينا زيد كرة قدم في الجزائر نحبسوها. قال لك شوف الا خسروا ضد موريتانيا يحبسوا كرة. يلا سير يلا حيدوا كرة حيد يلا حيدوا كرة مش ها هما خسروا بواحد زار. قولوا اي ان شاء الله بعدا قولوا ان شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم وكان جو اهل قريش انه قالوا بانه راه هو رسول خصنا نتاكدوا منه، راك عارف انتم الكفار تيكون فيهم الشكوك وكذا. يعني الله سبحانه وتعالى ما طيحش الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، علاش؟ حيت كان جو عنده قال لهم مثلا راه غادي نقول لكم الخبر تاع هذا السؤال ديالكم، حيت كانوا هما سولوا على شي حاجه. قال لهم غنقول لكم الجواب تاع هذا السؤال ديالكم غدا، وما قالش ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى ما عطاش ما نزلش عليه الوحي من عند جبريل، حتى قال ان شاء الله عاد باش ينزل عليه الوحي. هذا شنو قال هذا المذيع؟ قال حنا الا خسرنا ضد موريتانيا صافي نحبسوا كره، ما قالش زعما ان شاء الله نربحوا ان شاء الله ما نخسروش. فهمتوا؟ قدر الله ما شاء فعل. لك جاء ايه كما انا ما كان ريكورد لا صافي كي ريكورد. لقجع سبب الاقصاء الجزائر. لقجع 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 كما كنلقد هذا الشيء هذه الحاله في الجزائر. علاش كتسحر لهم ليش؟ ما غتحط الدين دوري بران ما غتحس الدو ضربنا التماره بسينا شو درنا الدو ما غتحط الديك ما علينا. اوه يا برو مونديال احسن لازم محكومة. وانا مزيك تعلق على الله تعالى سمت بعصام الشوالي علق على ميسي. اوف وي ماشي ممكن تاع تاع يا ناس لا ممكن فاير البوتين فاير لكن شوبين تو يا ناس الفينال يا ليت الزمان يعود يوما. خلي وات ريلاكس كمان فاش من الفيضال يشتبعوا الاذني او الصالح كانت غتكون مباراه نايده. الجمهور شوف الجمهور غيكون بحال ديك البلان اللي كيوقع الوداد والرجاء ايرتراج ولا قدام بق بحال هكاك. هو المره في الناشيونال تيمز وشاعله. علاش؟ حيت هادوك ما تيحملوش هادوك وهادوك ما تيحملوش هادوك بسبب الكومونتيرات. وحنا كنقدموا اداء زوين اش غنديروا لكم كره هي هذه مره تربح ما تخسر. توقع معركه يا ايوقع خسوف خسوف من قوه من قوه المعركه من قوه الدم الذي عايشين. اي تبس شوفوا لي مهما فارقتنا السياسه ستبقى القلوب واحده. على مخالفه يا سلام سي سي سي
شاش قلت لكم السياسة، حيت انا عرفت شو هذا بالنسبة للكرة وبالنسبة للناس اللي في الجزائر لا ما داروا لا والو، راه السياسة بالكلبة. هو احنا اللي كنضلوا شعوب عربية في نهاية المطاف راه كاملين ضامنين مع بعضياتنا. لا لا فين شوفوا شنو هذا زرق بمو بعقلي يا سياسة ايوه ايمن انتو اني لا رقو تنمار ايه جانا كاين معاهم قول عصبو بدي ربب المدرب وسو الجموع ولا خسرنا مع مع الموريتانيا يعني قلت لك نحبسوا كرة قدم في الجزائر نحبسوها نغلقوا قال نهبطوا كاع اللي يريدوا تاع كرة قدم واحد ما يجي يتكلم امام البلاطو هذا ما يزيدوش ولا خسرنا مع وعندك تزيد تكلم ها هو عندك يزيد يتكلم هاي نفس اللقطه دابا غيبقاو شادين على هذا بينا قبيله ودي قصير الله غيرهم كثير سركان بولا يا سودان الموريتاني والناس فان عبيد فارس غيرهم الكثير غيرهم الكثير ساهموا في هذا الانجاز حضري الله اكبر لا 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 اي ودي عطاهم دعاء شو ايكيب الجزائر الاصليه حطاهم دعاء الصفر عاد غيودعوا يمشيو للمطار ودي اللهم لا شمات زيد إذا أنت بكي وزيد لا 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 أنا مبسوط أوي عبد الحميد لا إله إلا الله لا يرحمه مسكين لا يرحمه زيادة الإمام إيه فرحانين كثر من حنا لا لا حنا بحال نربحو كور ديفوار خلا سي موسى دراج الليلة الليلة ملي نتفكر ليا اش ندير واش ندوي ولا باقي صغير نعم بعض الكلب كيدق عليه اللي تذكر ليلة الجزائر اغزال ليلة 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 كوت ديفوار يحف ونادي معاه غني معانا ماتش والله انت كنت جالس في قهوه وشتو كيدير هاد اللعيبه هادي فهمت والو وصحابني انا واش زعما بغا يدخل داك شكون التليفون صوت نسيت لي سميتو ماتش بغا يدخل لي تشارلسون داك لا فيتا انا صحابي واش قال له زعما كاين بغا يخرج اكلات وكيقول لي زعما لا ما تخرجنيش زعما هو عطاهم السيل التكتيكات تاع الخطه يمكن شافها قال لي بدل شوف كي دار له ياسين فهم طن واش وات ذا فاك هذا شي صعيب كندير هكا كندير بحال هكا ونزل هاد هكا ونزل وات ذا فاك والله تا هو بزاف هاد اللعيبه هادي واو واو حكيم زياش يهدي هدفه لوليد الركراك هدات فعل الايفواريين بعد هدف زياش الله يتب حلا وما اللي ربحين تطمي كتكوب في الزيت سخون وانا ري بنادم عمتي راه ما كيهداش من التنمر الايفواري ما خلاوش لنا فرصه فين نخسروا نخسروا يزادوا علينا من تما البنادم اللي كيتنمر كثر من الدراري في الكره وناحي كيدور فيهم كيدور فيهم يعني على بيضة عطاة كلشي بدا كيقول مشى
هاد الاعاده ديال هكاك شويه ناقصه. خاصكم تشوفوا هذيك اللقطه كاميرا بحال هكا اون فاس، تحفتي على بيضاء عطا اون فاس هنا بعدا لها شويه سلايد كيدير هاد اللقطه كنعرفو غير مالك. وا زياز ديما كيتنغام مع الناشي الوطني كيبغي يقول يا ربي زدني ليه وهي كيفكر مسكين تا وين مشكل هذا بسبب هذا هو ايقاف وليد الركراكي لمده 4 ماتشات مع وقف التنفيذ وغرامه ماليه عينوه حتى هو مسكين الله يتشاف بزاف. دابا كيشوفوا راسهم خاسرين ولا ما عرفتش شنو فهمتهم حاكمين حنايا فيهم كيشوفوا راسهم خاسرين كيبداو يخلقوا استفزاز باش يطايفوا اللعيبات هكا عارفين بنادم كيدي كون ديفوارين حاليا ثلاثه باش رابط تدزيف تسحبني حنا شنو هذا الله يلا ناس تاني مع ناس عايش هذا هو راس لابوكا اللي كنبقالو معنا اللي ما كيقدروش يمشي يربحوني كنبقالو معنا كيبقى لهم ديك راس لابوكا هنا هذا هو راس والله الا راس لابوكا وحل اليوم في تفاحة الادم كل احترام لك رشيد بن محمود تبارك الله عليك صراحه عطى اليوم حتى هو تكتيكه زوينه حتى من البدلاء دار كلشي هو هذاك المغربي بغيت يزيد افريقيا تسكون حنا سبعة نقاط تينا بعد الحس كعبي كيتسنى بوفال يرفع بوفال نعلمكم شي لقطات شي لقطات ويجو شي امور من مورا وغاد حبنا شوفو در هداد شوفو مغاربة والإيفارين طيحانو فون عيني مسوح شابه يديرها بالعيني فرحان وعاش بابه يا شحال يا با سي عندي الله يرحمك الوليدي مع المعطيه لا دابا لا تعلم كون ديفوار ولاو كيسلبو علينا دابا تونس حتى هي تقتل ويلي ويلي تونس هي تقتل ناري ناري تونس تقتل الجزائر تقتل مصر ما عادش غدير رمضان سهل تمسوع تسامح والغفران ماشي تمسوح وات فاك دربنا في رمضان ايه ديما يقرر خوسي كيقلب الفطور طايف هيك والمونتاج مطلوب بشيء امي ديك ردح داري داري ردح اجتك نطبل تم حكيمي كيش طاع ردح ديك ردح داري داري ردح اجتك نطبل تم سبع ديانا بشيفاء العاجل نعم مسكين زياج ضربو ولي بارك الفيتاس وعتوه من رجلي أبتي ناي شافي كاع القواس العالم كامل أو العالم كامل يلا رفع زيد المغرب وميزرة مسدودين في الحبس الآخرين وخارجين زعما واو وات ذا فك خلاص نجي نبقى فيهم الحال كي زبق لي تمثيل ناضي افريقيا كامله على غير زوجوه غادي يدير عقلو ويبعد من الزو انا ترلي كتف تيل يلا هذه هي الجماهير المغربية مشاهدين عدد كبير من المزكين وايضا ممن تحملوا عناء السفر قال كلشي مزك خالق اخويا رابحين شوفوا شنو نديرو نبكيو
يلا بفضل سفيان. اولا هنيئا لكم تاهل مستوى جيد اداره. يا هذا شي تعليق غيكون فرونسي مترجم بالدارجه وديك الشيء كبير. شفنا اكبر عدد من اللاعبين اليوم في طقوس مختلفه تماما على ما اعتدناه في دوله قطر. كيفاش تعاملتوا مع هذه المباراه الصعبه امام زامبيا؟ بغيتينا نديروا الباز عاوتاني عدلتي فال سفيان. اولا هو ديال البز دابا هذيك الضحكه ديال بحال ديك خونا الجزائر انا حطوا لكم كنحطوا لكم اصلا في الموطن. هنيئا لكم تاهل مستوى جيد اداره المباراه بذكاء كبير. شفنا اكبر عدد من اللاعبين اليوم في طقوس مختلفه تماما على ما اعتدناه في دوله قطر. كيفاش تعاملتوا مع هذه المباراه الصعبه امام زامبيا؟ بغيتينا نديروا الباز عاوتاني شوف احسن حاجه تحيد منك ذكر الرسميه تبدا تضحك واخا تكون مودية تكون جايب مع نشاط الاخبار ولا الجويه ولا تضحك صاحبي وتضحك هو بنادم اللي كيبغي يفوز ماشي هذاك البروتوكول ديال الكرافطه والشنقه اللي هنا ونقول هذيك اللعيبه بقات مغوبش هذاك الشيء راه ما يجيبش كم مشاهده تبرو بحال هاد الناس اللي زوينين هنا. كاس اسيا كاس افريقيا كاس امريكا الجنوبيه كاس العالم هناك كاس اسيا يا يا بطولة ما عادش شنو كيقصدوا بهذا الشيء واش صغيرة ولا ما فيهاش منافسة بزاف ولا الله يعيد صلاح يؤدي صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بين أيديهم سدا فغشناه فهم لا يبصرون. الطرف اللي فوق ده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بين أيديهم سدا فغشناه فهم لا يبصرون. هما راه عادة التكنيك اللي كدير بطريقه غير مباشره كتخاف على وجهك ولا فهمتي خصوصا دابا من الظهر لتحت راه عادي ولكن من هنا الجهه هنا اللي كتاثروا فيها فهمتي الوجه السدار الكرش خاصه الكرش يعني عندها واحد التشنجات ضربات الكره تما في الجهه راه كتنعس واحد المده عاد كتقدر مازال تريسبير وتنفس عادي عادي. اوكي اخوتي هنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو صراحه ما سخيتش بكم بغينا مازال شي فيديوهات اخرين ان شاء الله نرياكتو اليوم معكم الا تلحقوا ليا خليت لكم ديجا الانستغرام ديالي. المهم اند باي ذا واي واحد الفيديو راه جايكم اخر في الطريق ان شاء الله غادي ندير لكم رياكشن على تراك ديال سموليكس باقي ما تمزكتش ليه ما عرفتش شنو دار علي سلاح وحتى من الناس اللي ديجا لحقوا رياكشن قبل مني ما دخلت على حتى شي واحد تفرجت فيه حيت انا ما كنت انسبيري من حتى شي حد داكشي اللي كاين عندي كنقولو ما كنمشيش نتفرج في شي فيديو قبل عاد نجي ندير لكم شي سكريبت ولا بحال كيما كندير في القصص كنجيب معلومات وحقائق هذيك باش كنقول لكم شي حاجه لي فاكت ماشي غنجي ندير لكم قصه وانايا ما عارفاش اوف كورس هذه الحاجه الوحيده اللي كنكتبها. اما الفيديوهات تاع رياكشن راه رياكشن اسم على مسمى. تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي بيس اوت.